وننتقل سريعا مع حضراتكم إلى الجيزة وشيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز للتعرف عن قرب عن تنفيذ قرارات الحكومة خلال أيام عيد الفطر المبارك. شيرين إليك، تفضلي. بالفعل أنا الآن متواجدة من أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، والتي تعد مقصدا هاما للمواطنين في الأعياد والأيام العادية للتنزه والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء من المرح داخل هذه الحديقة. لكن في عيد الفطر المبارك هذا العام يختلف المشهد تماما، حيث كما توضح الصورة الحديقة مغلقة بالأقفال أمام المواطنين، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المتنزهات والحدائق العامة للحد من التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. هذه الحدائق وكافة الحدائق بمحافظة الجيزة وعلى مستوى الجمهورية بالفعل مغلقة تنفيذا لهذه القرارات. أثناء جولتنا في محافظة الجيزة منذ الصباح الباكر رصدنا عدم وجود أي تجمعات للمواطنين، خاصة على كورنيش النيل وفوق الكباري المطلة على النيل، والتي تعد هي الأخرى مقصدا للمواطنين للاستمتاع بمنظر النيل والتنزه بشكل عام. لم نرصد عليها أي تواجد للمواطنين أو أي تجمعات بشكل عام. كذلك أيضا المراكب النيلية رصدناها مرساة في أماكنها ولا يوجد بها أي مواطنين، وكذلك أيضا مواقف الأوتوبيسات النهرية هي الأخرى. أثناء جولتنا في الشوارع رصدنا حركة مرورية متوسطة، يعني من خفيفة إلى متوسطة بعد الشيء، لا يوجد أي هناك تكدسات أو زحام مرورية في الشوارع. كذلك أيضا المحال التجارية جميعها مغلق بالفعل أمام المواطنين، ولا يوجد سوى الصيدليات ومحلات السوبر ماركتس والمخابز، وهي المستثناء من هذا القرار، والتي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل يومي وشكل عادي. كذلك أيضا بالنسبة للمطاعم لا تزال تقدم خدمات التكاوي فقط أمام المواطنين على أن تقتصر بعد الخامسة مساء، هو بدء ساعة حظر حركة المواطنين تقتصر فيها الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل. حركة الأتوبيسات النقل العام أو المواصلات النقل الجماعي متوقفة بالفعل في جميع شوارع المحافظة، حالة من الهدوء النسبي بتسود محافظة الجيزة في ظل قرار حظر حركة المواطنين، والذي سيبدأ منذ الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى يوم الجمعة المقبلة. هدوء نسبي في الشوارع، ربما هذه هي الصورة لدينا حتى الآن. وبالعودة إليك نانسي مرة أخرى. نعم شيرين مجدي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. مراسلة إكسترا نيوز كنت معنا من الجيزة، شكرا جزيلا لك.